كل شخص على الاراضي اللبنانيه بيعيش وين ما بده، وين ما بيسكن مكان سكنه بيدفع ضرائب وبيصوت لمين بيصوت؟ بالبلديه. يعني ما نحن قلنا البلديه هي رح تعمل الخدمات، انت صوتك بيعد بلديا وين تدفع ضرائب. رح تروح انا بعيش بطرابلس، انا ابن دير القمر بعيش بطرابلس، بدي صوت بالبلديه بطرابلس وادفع ضرائب بطرابلس. لا طرابلس انا عم بستهلك من الانفراستراكشر البنى التحتيه تبع طرابلس. الانتخابات القنطونيه انا بصوت مع المسيحيه بالقنطون المسيحي للبرلمان المسيحي.